أهلا وسهلا فيكم بمجموعة المحاضرات التعليمية الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في خدمة الزراعة. معكم خبير الزراعة الرقمية المهندس فادي مجاهد. هذا هو الجزء الثاني من سلسلة محاضرات بعنوان تقنيات المعلومات والاتصالات وأنظمة الإنذار المبكر. ناقشنا في المحاضرة الماضية كيف يعمل المزارعون في بيئة طبيعية مفتوحة تحمل في طياتها عوامل الخير وسبل العيش لهم ولعائلاتهم، وتحمل أيضاً في بعض الأحيان المخاطر التي قد تتسبب في إيذاء وربما تدمير سبل العيش للمزارعين. وبالتالي يجب وضع حماية المزارعين من هذه المخاطر ودرئها أو التخفيف من آثارها في أولويات برامج التنمية الزراعية. وتكلمنا عن أنظمة الإنذار المبكر كأحد أهم الفعاليات المتخصصة بحماية المزارعين من هذه المخاطر البيئية، والتي تقوم من خلالها الجهات المتخصصة بإعلام المزارعين عن قرب وصول خطر معين إلى مناطقهم في الوقت المناسب ليتاح لهم اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. كما استعرضنا خلال المحاضرة الماضية بالتفصيل عن أحد أهم أنظمة الإنذار المبكر، وهو النظام المتخصص بالجراد الصحراوي. في هذه المحاضرة سنستعرض نظاماً آخر للإنذار المبكر، وهو نظام إنذار الأحوال الجوية، والذي يتم عبره استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لبناء أنظمة لتنبيه المزارعين وحمايتهم من الأخطار الجوية المختلفة كالصقيع والحر الشديد والعواصف والجفاف وغيرها. في الماضي كانت عمليات الإنذار المبكر مقتصرة بشكل رئيسي على الإنذار من الظروف الجوية القاسية كالصقيع والعواصف، وكانت الجهات المختصة المحلية تستخدم أساليب بسيطة لهذه الأغراض، مثل إطلاق زمور مخصص ضمن القرية أو رفع أعلام ملونة بألوان خاصة لكل ظرف جوي. غالباً ما تكون هذه الإنذارات قليلة الفاعلية بسبب انخفاض دقة تجميع المعلومات المطلوبة وصعوبة تنبيه جميع المعنيين في الوقت المناسب. تتعرض الكثير من المناطق عبر العالم لظروف جوية قاسية تؤثر بشكل كبير على محاصيلهم وثرواتهم الحيوانية والسمكية، أو حتى على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. وفي الكثير من الأحيان يمكن التقليل من الأضرار أو حتى تجنبها بشكل كامل عند معرفة موعد حصول هذه الظروف قبل وقت كافي. ومؤخراً ازدادت خطورة الأحوال الجوية بسبب ظروف التغير المناخي، والتي تسببت في ازدياد اضطرابات الجو قسوة وظهور ظواهر جوية غريبة على الكثير من مناطق العالم لم تكن معروفة من قبل في هذه المناطق. الجدير بالذكر إلى أنه بالإضافة إلى التنبيه من خطر بعض الظروف الجوية القاسية، ترتبط بعض الأعمال الزراعية كالتسميد واستخدام المبيدات والتقليم بالتقلبات الجوية ودرجات الحرارة وهطول الأمطار، حيث يمكن القيام بهذه الأعمال في ظروف معينة ويجب تجنبها في ظروف أخرى. بناء على هذه المعلومات يمكننا تحديد المواصفات التي يجب أن تتوافر في أي نظام نختاره للإنذار المبكر لتنبيه المزارعين بالأخطار الجوية. هذه المواصفات هي القدرة على التنبؤ بالمخاطر الجوية بالتفصيل قبل حدوثها بأطول مدة ممكنة، وسرعة التواصل بين الأطراف المعنية لنقل هذه المعلومات إلى الفئة المستهدفة بأقصر وقت ممكن. والآن، ما هي تقنيات المعلومات والاتصالات التي يمكن استخدامها في أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالظروف الجوية القاسية والتي تحقق المواصفات السابقة؟ ولنتذكر دائماً أن تقنيات المعلومات والاتصالات هي أدوات لتحقيق هدف معين، وأن استخدامها يجب أن يكون مرتبط بشكل وثيق بحاجات الجهات المعنية والجهات المستهدفة. لاستكشاف التقنيات المناسبة سنقوم بدراسة مثالين عمليين لتطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالظروف الجوية. النظام الأول تم تطبيقه في تركيا، حيث لاحظ خبراء الزراعة أن نشرة الأخبار الجوية الوطنية وتنبؤ بالطقس لم تكن مفيدة لإدارة الآفات والتحذير من الصقيع في المناطق الريفية، حيث أن معظم عمليات جمع معلومات الطقس تكون في المدن والمناطق التي حولها، بينما تنتشر المزارع في المناطق الريفية البعيدة عن المدن. ولاحظوا أيضاً أن الظروف المناخية المحلية تتباين بشكل كبير بين المناطق وحتى من مزرعة لأخرى حسب بعض المتغيرات مثل الرطوبة والهطول المطري ونوع المحصول. وبالتالي وبدلاً من التركيز على المعلومات الإجمالية للطقس في الدولة أو الأقاليم بشكل عام،
يركز هذا المشروع على الظروف المناخية المحلية اللازمة لرصد الأخطار الجوية والآفات والأمراض بشكل دقيق. تم وضع 5 محطات مناخية صغيرة في المناطق الريفية في مختلف أنحاء كل إقليم زراعي. تقوم هذه المحطات بجمع المعلومات حول بعض المتغيرات مثل درجات الحرارة والهطول المطري والرياح ورطوبة الأوراق ورطوبة التربة. بالإضافة إلى ذلك تتم مراقبة 14 مزرعة مرجعية يتم فيها قياس الحرارة ودورة حياة الآفات والحشرات بشكل دوري. ويسمح رصد دورة حياة الآفات مع جمع المعلومات المناخية للباحثين بتنبؤ بمواعيد انتشار الآفات، لأن نضج الحشرات يرتبط بشكل كبير بالظروف المناخية المناسبة. وفي المرحلة الأخيرة من هذه العملية يتم نقل المعلومات المتعلقة بالطقس من خلال نظام الرسائل النصية التي تقدم إنذارات مبكرة حول حالات الصقيع أو انتشار آفات معينة بسبب الطقس. نشر المعلومات حول حالة الطقس المحلية بشكل يومي من خلال الرسائل النصية القصيرة مكن المزارعين من تطبيق المبيدات الحشرية في المواعيد اللازمة وبالكميات المطلوبة، كما مكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الأضرار التي يسببها الصقيع. أما بالنسبة لنتائج تطبيق هذا المشروع، ففي السنتين الأولى والثانية انخفضت تكاليف المزارعين بشكل كبير، كما انخفض استخدام المبيدات بنسبة 50% خلال سنة واحدة. ننتقل الآن إلى مثال مختلف عن بيئة المحاصيل والزراعة. هذا المثال من بيئة أعمال الثروة السمكية في دولة أفريقية وهي السنغال. في السنغال تسببت الزيادة الكبيرة في أعداد قوارب الصيد وقلة الأسماك في المياه القريبة من الساحل إلى اضطرار الصيادين للصيد في المياه العميقة، مع أن قواربهم بسيطة وغير مجهزة للرحلات الصيد العميقة، وذلك لزيادة محصولاتهم وارداتهم، وهذا ما يعرضهم لخطر العواصف والظروف الجوية الشديدة. وبالطبع تزداد الظروف الجوية قسوة وتقلبا كل عام مع زيادة مشاكل التغير المناخي، وبالتالي يزداد الخطر عليهم. قام خبراء الزراعة الرقمية في إحدى المنظمات الدولية عام 2016 بإنشاء نظام يسمى نظام CIS، نظام معلومات الطقس، وهو نظام إنذار مبكر لحالات الطقس مخصص لسواحل السنغال. يرسل نظام معلومات الطقس حالة الطقس لثلاثة أيام قادمة، ويتم تحديثها بشكل دوري، كما يرسل النظام رسائل آلية للتحذير المبكر من أحوال الطقس قبل أن يبدأ الصيادون رحلاتهم. لاحظ الخبراء أن الكثير من الصيادين لا يحملون هواتف جوال متقدمة، وأن بعضهم لا يستطيع القراءة، وبالتالي صمموا هذا النظام ليستخدم الوسائل التالية والتي تتناسب مع الفئة المستهدفة: الرسائل القصيرة SMS لمن لا يحملون أجهزة متطورة، البث عبر الراديو لمن لا يمتلك أي جهاز جوال أو لا يوجد لديه تغطية شبكات جوال، الرسائل الصوتية للصيادين الأميين الذين يمتلكون أجهزة جوال، رفع الأعلام التحذيرية بالقرب من أماكن مغادرة سفن الصيد لمن غادر الشاطئ وليس لديه جهاز راديو. بالطبع هذه الطريقة يدوية ولا تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات، ولكنها جزء هام من نظام الإنذار المبكر. تذكروا دائما الهدف هو الإنسان وليس التقنيات. وبهذه الطريقة يغطي النظام احتياجات الصيادين وقدراتهم الأمية، عدم امتلاك أجهزة متطورة، عدم وجود اتصال لاسلكي وإلى آخره. منذ البدء بتشغيله أصبح نظام معلومات الطقس CIS جزء من حياة الصيادين، يعتمدون عليه لتخطيط رحلاتهم وتفادي المخاطر الجوية، وتم تسجيل انخفاض كبير في حالات غرق الصيادين منذ بدء استخدامه، ويتم الآن تجربته في دول إفريقية أخرى نظراً لنجاحه الكبير في السنغال. انتهينا في هذه المحاضرة من عرض أحد أنواع تطبيقات الزراعة الرقمية للإنذار المبكر الخاص بالظروف الجوية وحلول تقنيات المعلومات والاتصالات المتاحة لها، واستعرضنا مثالين عن هذه الأنظمة. في المحاضرة التالية من هذه السلسلة التعليمية سنناقش تطبيق آخر للزراعة الرقمية، الرابط موجود في أسفل الفيديو. شكراً لمشاهدتكم ودمتم بألف خير.